يقول: ما موقف المسلم من الإسرائيليات التي تروى؟ الإسرائيليات على ثلاثة أقسام كما ذكر ابن كثير في بداية التفسير: ما جاء شرعنا بإبطاله فهو باطل، ما جاء شرعنا بتصديقه فهو حق، ما سكت عنه شرعنا فنسكت عنه. إذا حدث بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هكذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما أنه حق وأنت تكذب حق، ما تدري، توقف فيه يا أخي، اترك. نعم.